ميكرو فريد على قناه انفاس بريس. كما العاده كل اعاده فائده خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين. كتلقاو الهزيمه ديال المنتخب الوطني المغربي اقل من 23 سنه في دوله ديال العصابات والكبرانات مع المنتخب السوداني ب 3-0. ديك المقابله اللي كانت يعني خياليه وعن بعد. الا بغيتوا تعرفوا المواطنين اشنو قالوا اجيو معايا بكل تواضع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انت كيفاش تلقيتي خويا الهزيمه ديال المنتخب الوطني اقل من 23 سنه في الشان ديال الكبرانات والجنرالات مع السودان 3-0؟ هذا دابا واش حلم ولا هذا؟ هادو واقيلا كيتفرجوا في داكشي لاعب الاطفال، هادو لعاب الاطفال اللي كيتفرجوا فيهم، لان اصلا حنا ما لعبنا ما مشينا ما والو، هما غير دابا ما كنكونوش لعبنا عن بعد. وهادو فكره غير كتخيل لهم، حيت هما ما عندهمش النوم الا شي حاجه خاصها تمثل المغرب، ما كيجيهمش النعاس شي حاجه خاصها نقولوا المغرب، نجبدوا المغرب، نحطموا المغرب، شو المعنويه ديال المغرب. ولكن المغرب الحمد لله راه وصل لواحد المستوى رفيع ومتقدم وبعاد عليهم، وهما ما عندهم ها الغاز ها البترول ها كل شيء ومخلين وتعطيو داك الشيء. ما عندهمش البنان؟ لا ما عندهم، لا خصهم البنان وخصهم مطيشه، خصهم نعطيهم بنان ومطيشه. والشعب مسكين ضعيف. دابا واش غنتأهلوا للفينال ولا ما نتأهلوش ليه؟ وحنا الحمد لله ديما مأهلين في الفينالات وديما ان شاء الله في تقدم، وغنديو ان شاء الله الكؤوس ان شاء الله، وغادي وخليو دوك اللي كيحلموا بينا ويديروا لنا لعبنا مع من بغا ويديروا ما هذاك غير اللعب ديال الدراري باقيين صغار، سير تيكبروا ونهضروا معاهم. الهزيمه ما تفرجناش حنا، ما سمعنا لا في راديو لا والو، ما مفرجين لا في ماتش لا والو، واقيلا هادو هي كيحلموا ولا ما عرفتش. لعبوا عن بعد. واقيلا بلاي ستيشن فاش لاعبين ولا الله اعلم. بكل التواضع. المهم ما تفرجناش ما شفنا والو حنايا، ما سمعنا. حتى قالوا لك خسروا. حتى قالوا لك خسروا، فين خسروا الله اعلم. تحياتي. بدينا قهوه بغينا نتفرجوا في الماتش اخويا، واحد شويه قالوا لك لا صفر الحكام، لا راه سالا الماتش، ربحوا ب 3-0. خويا ما فهمت والو. لعبوا عن بعد. ما عرفت واش لعبوا على البعد ولا ما فهمتش. ولا على القرب. ما عرفت ما لعبوا في بلاي ستيشن ولا ما عرفت فين لاعبين هذوك الناس اخويا، صراحه الله ما فهمنا فيهم والو. اصلا ما كاس ما والو، بيني وبينك ما كره ما والو عندهم هذوك الناس. دابا اش غنديروا مع غدا مشقر؟ غدا العشقر ان شاء الله حتى هما غيصفر لينا الحاجة. غنديروا عشا مشقر. ما غدا مشقر كما قال دابا غدا مشقر هذه الا ربحنا ندوزوا غتبقى خاصنا نقطة. خاصنا نقطة. خاصنا نقطة واقيلا. نقطة نقطة. نقطة واقيلا غتخاصنا. حيت حنا ما كنحلموش. فهمتيني ولا لا؟ واحد القضية غير نقول لك، واقيلا غتخاصنا نص نقطة. نص نقطة. نص نقطة باش ندوزوا. وتكون عن بعد. وتكون بعد ويعطيونا يوكلونا البنان. البنان. حيت البنان قاصح ديال المغرب. حيت لكن البنان غير ربحوا. حيت لا البنان ديال المغرب قاصح. الحلم ما نخسروش في الواقع. المهم خسرنا في الحلم. في الحلم نخسروه، ولكن الواقع راه ما كنخسروش. المونديال وحلو معنا فرق عالميه وغنوحلو مع السودان، ماشي مشكل يعني. المهم ما نخسروش مع دوك الناس الله يهديهم. شكون هما دوك الجار صحاب البنان؟ عار الجار على جارو. فيسبوك ما النتيجه الحقيقيه راه ما كايناش، هما كيديروا اللي بغاو وخليهم يديروا اللي بغاو. يعني وهميه؟ وهميه راه طبيعه الحال، حنا المنتخب ديالنا راه مازال هنا في ارض الوطن، وهما كيديروا داكشي اللي كيعجبهم وكيصرحوا باللي بغاو لا وسائل الاعلام ديالهم لا كلشي، ما كاينش شي. ودابا اش غنديروا مع غدا مشقر؟ غدا غدا تعادل ان شاء الله بحال هكا. تعادلوا غنقدروا ندوزوا نقدروا ندوزوا للفينال الدور الثاني. هاي حنا غير مقصرين والقضيه غاديه عن بعد. عن بعد هادشي اللي بغاو هما. ولا بغى المغرب يمشي للفينال المنتخب خصهم يعطيهم البنان. البنان. الموسكا. الموز الموز الموسكا بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي.